يا صباح الفل. Can I do Celta? Can I do Delta before I do Celta? This is not an easy yes no question. السؤال ده بيجي لي كتير جدا. ليه ما اعملش دلتا من غير ما اعمل سلتا؟ انا عايز افاجئك واقول لك ان مفيش حاجه في كامبريدج بتمنعك ان انت تبدا بالدلتا. مفيش. انا عارف ان دي مفاجاه. ولكن هل هتقدر؟ طيب السلتا دي Certificate in English Language Teaching to Adults. ده التايتل القديم. طبعا احنا لسه نفس الاكرونيم اللي هو سلتا CELTA كلها بتتكتب بكابيتال ليترز. طيب هل التايتل ده اتغير؟ هو اتغير بس سابوا نفس الاكرونيم. هي المفروض Certificate in English Language Teaching to Speakers of Other Languages. طب الدلتا احنا كده اتكلمنا قلنا ان السي في سلتا دي Certificate. دي حاجه كده البدايه، اول خربوش في سطح التدريس، انت لسه بتجرب pre-service course. طيب دلتا الدي بتستاند فور دبلوما. انت بتاخد دبلوما من جامعه كامبريدج، فانت متخيل الدبلوما اصلا لو في جامعه حكوميه بتبقى متعبه، بتبذل فيها مجهود، فما بالك انت بتاخد دبلوما من جامعه كامبريدج. فكانت زمان بتتكتب كلها بكابيتال ليترز، دلوقتي بقت اول حرف بس اللي هو الدي كابيتال ليتر، لان الاي خلاص ما عادتش يعني valid قوي، لان ضافوا عليها young learners. خليني اقول لك ان ممكن تعمل كده، ممكن تبدا بالدلتا، ممكن تبدا بدلتا موديول 1 من غير ما تكون واخد سلتا، في حاله انك بقالك شويه حلوين بتدرس، شويه حلوين شغال على البروفيشنال ديفلوبمنت، شويه حلوين بتقرا، شويه حلوين بتتعلم اللي انت خدته في كورس تافل او تيس المحترم. تاني، انت لو درست كورس تافل مع حد فاهم يعني ايه principled eclecticism وفهمك ده وعرفك امتى تستخدم ايه مع مين، طبعا انت لو حد فاهم تافل كويس ودرس لك مدرب قوي فاهم يعني ايه principled eclecticism وادك كل التكنيكس والتولز اللي انت ممكن تستخدمها مع الطلبة بتوعك، وتبقى عارف تقرر on the spot هتعمل دي ازاي لما تلاقي رد فعل عامل ازاي من الطلبة، انت كده بقالك سنتين بتعمل ده. اقول لك انطلق، ابدأ، جهز نفسك وادخل دلتا موديول 1. هو مجرد امتحان مدته 3 ساعات، بيحتاج قراءة كتير وبيحتاج حل كتير، ويفضل انك تاخد preparation مع حد قوي برضو، حد فاهم هو بيعمل ايه، لان هو مش الاعداد ليه مش سهل، مش بسيط، عشان يخليك تدخل تعدي من اول مرة. في عمالقة ما عدوش من اول مرة في امتحان دلتا موديول 1. يبقى تاني هتخش تاخد دلتا موديول 1 لما تكون بقالك سنتين بتمارس مهنة التدريس بعد كورس تافل فهمت فيه. مش لازم تكون عارف الترم، مش لازم تكون عارف يعني ايه principled eclecticism، بس عندك تكنيكس مختلفة وعندك تولز مختلفة وعندك تريكس كده جوه الكلاس روم، وفاهم يعني ايه الكوميونيكاتيف ابروتش وقادر تطبقه، يعني عجنته. فانت كده داخل دلتا موديول 1 عندك بيسس واقف عليه. البيس ده هو اللي هيساعدك ان شاء الله لما تاخد البريبريشن كورس ان انت تعدي من دلتا موديول 1. طب التفل القوي اللي انت خدته ده بمثابه سلتا بالنسبه لي، اصل تفل، تيسل، سلتا، فلت، كل دي مسميات ل يعني ميثودولوجي كورس، تيتشر تريننج كورس. فالمدرب لو اداك الخبره بتاعته وانت قدرت تطبق التكنيكس اللي انت اتعلمتها في الكورس القوي اللي اداه مدرب قوي، انا مش شايف ان انت محتاج سلتا حقيقي. هضرب مثل تاني بمحمد علاء، اتكلمنا عنه في اللايف بتاع امبارح، حد لغته قويه جدا وفي نفس الوقت اخد تافل قوي جدا مع شادي ابو يوسف. فشادي ابو يوسف مدرب سلتا، ف اكيد مش هيعز عنه معلومه، اكيد مش هيخبي معلومه في كورس التافل بتاعه وهو بيدرسها في السلتا، فلا انا دول دافعين اقل فانا يعني هديهم معلومه اقل. احنا ما بنعملش كده، انا في كورس السلتا بدي كل اللي اقدر عليه وزياده،
وفي كورس السلتا بريباريشن بعمل كده برضو، وفي كورس التافل بتاعي بعمل كده برضو. فانا مش هنخبي معلومه عشان الشخص دافع سعر معين، دي صعبه جدا اكاديميا علينا وصعبه ضميرنا ما بيسمحش بيها نهائي. طيب انت خدت معايا كورس تافل وخلاص، انا يعني عرفتك ازاي بتشرح الجرامر، عرفتك ازاي بتشرح الريدنج، واديتك يعني وسبيكنج ورايتنج يعني ريسبتيف سكيلز برودكتيف سكيلز سيستمز جرامر ريدنج جرامر فوكابولري برونونسيشن، عرفتك السيستمز بتتشرح ازاي والسكيلز بتتشرح ازاي، وشفت طرق مختلفة وشفت فريم وركس مختلفة. خلاص انت دلوقتي اخرج بقى طبق اللي انت اتعلمته ده، طبقه، لازم تطبقه على الاقل سنة او اتنين. يعني سنة دي برضو هقول لك انا هبقى خايف عليك وانت داخل الدلتا، لو سنتين انا كده مطمن تمام زي الفل. انت دخلت دلتا موديول 1 وفضل الله عديت امتحان مدته 3 ساعات ورقتين، الورقه الاولى ساعه ونص، مش الورقه يعني صفحه، لا هي البيبر 1 ساعه ونص وبيبر 2 ساعه ونص. ربنا كتب لك التوفيق وعديت خلاص يعني الحمد لله. الامتحان ده سعره 4000 جنيه بيتعمل في البريتش كونسل، وعندنا برضو لما بيكون في عدد مناسب بنفتحه في جامعه المستقبل. موديول 2 بيتعمل برضو في مكانين في مصر. موديول 2 ده بقى شبه السلتا اللي انت بتدرس فيه بشكل عملي، بتعمل LSAs او بتعمل teaching practice وبتاخد فيدباك. ولكن دلتا موديول 2 بالنسبة لي كانت اكبر تجربة شاقة دراسيا في حياتي، شاقة جدا. يعني دايما انا لما دخلت السلتا قلت انا يعني مستحيل اشوف اصعب من كده او اعنف من كده في ضغطة الوقت وكمية الحاجات المطلوبة. هي الاتنين مش هيتحدوك اكاديميا، مش هيتحدوا ذكائك، الاتنين دوبل، بس الوقت بالنسبة للحاجات اللي مطلوبة محتاجة حد يكون عنده تايم مانجمنت سكيلز رهيبة، وعنده حتة البروكراستينيشن مش موجودة نهائي، وفي نفس الوقت عنده استعداد ان هو يعني يعدي ايام وليالي ينام قليل جدا ويقدر يفانكشن كويس، اللي هو ممكن في ايام وليالي مش هتنام اصلا، بالذات اليوم اللي هيبقى قبل التيتشنج بتاعك ممكن تقعد تظبط في الليسون بلان يعني وقت طويل. طيب انا بقول ودايما اللي بيسالني على الدلتا او دلتا موديول 2 بالذات دي، لما نيجي نقارنها بالسلتا اضرب السلتا في 20 لو انت خدت سلتا، لو انت خدت تافل محترم وعملت فيه ليسون بلانز وعملت تيتشنج براكتس وخدت فيدباك اضرب ده في 30، لان طبعا التافل بيبقى اهدى شويه من السلتا. اضرب المجهود اللي انت عملته ده في 30، ده دلتا موديول 2 لوحده. طب سعره كام؟ 2500 استرليني تقريبا او 2000 استرليني، يعني هو بيدخل لوحده في 50000 جنيه او بيعدي. موجود في ريتش اوت، هيبداوا ان شاء الله. طبعا ريتش اوت بياخدوا خطوات واسعه جدا في مجال التيتشر تريننج في مصر. جابوا موديول 2، ربنا يا رب يوفقهم. الموديول 2 هناك اعتقد يعني هيبقى برضو هيبقى اول ما هينزل هيبقى نازل بسعر ان شاء الله كويس، ممكن يكون اهدى من السعر اللي انا قلت عليه شوي. بس يبقى كده انت لو داخل موديول 2 من غير ما تكون جربت كورس تافل قوي، وطبعا السائل بيقول من غير سلتة، لا هتدخل هتاخد صدمة حضارية تشبه صدمة المماليك لما الحملة الفرنسية نزلت وهم كانوا ماسكين السيف ودول ماسكين البنادق والحاجات اللي هي البارود. انت متخيل؟ والله العظيم بلا مبالغة، لو ما اخدتش كورس تافل قوي قوي اللي هو يعني محتوى كده فيه teaching practice وفيه feedback وفيه language analysis وفيه lesson planning وكل الكلام ده، هتدخل دلتا موديول 2 ما اعتقدش ان انت هتكمل. فارجوك ما تعملش كده في نفسك، ارجوك ما ترميش فلوسك على الارض، لازم تكون داخل ببيسس قوي ومعلومات قوية وتكون ناجح في موديول 1، وما ترميش نفسك في التهلكة باختصار. بس كده صباحكم زي الفل. وكل ده انا بس انا مش بقولك كده بحبطك، انا بقولك الواقع، I am being realistic. احنا اتكلمنا امبارح مع بعض انا ودكتور خليل ومستر احمد شلبي في موضوع الاستعجال، ومستر احمد شلبي قال جملة شديدة الروعة، قال لك the microwave effect syndrome،
لو انت عايز تعمل كده بدون اللي انا قلته وعايز تروح على الدلتا على طول، انت كده مستعجل قوي استعجال غير صحي، ممكن يتسبب في ان انت تستسلم في نص الكورس، او حتى لو كملت بقية الكورس ما تقدرش تعدي. فما تعملش كده يعني، حاول تتخلص من The Microwave Effect Syndrome كما يسميها صديقي العزيز أحمد شلبي. بس صباحكم زي الفل.